بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن ولا دهر الدهور كلها آمين. في تعوادتنا الكنيسة في أول أحد شهر كيهك أن تتلي علينا الجزء الأول أو الربع الأول من أول إصحاح من إنجيل معلمنا لوقا، اللي هو بشارة الملاك لزكريا في الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. وعارفين أن الحد الجاي بشارة العذراء، وبعد كده الحد اللي وراء زيارة العذراء لأليصابات، والحد اللي وراء ميلاد يوحنا المعمدان. كل ده استعداد لميلاد السيد المسيح. زكريا وأليصابات كان كلاهما برين أمام الله، سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب بلا لوم. بالرغم من ده، ما كانش عندهم ولاد. وكان إليصابات عاقرا، والاثنين متقدمين في أيامهم. كانت أيام خدمته في الهيكل حسب عادة الكهنوت أنه جت عليه قرعة، أن كان فيه كهنة كتير، فجت عليه القرعة أن هو يرفع بخور، فدخل إلى هيكل الرب. وهو بيرفع البخور ظهر له ملاك الرب وقفا على يمين المذبح، ويمين مذبح البخور. عايز أتأمل كده النهاردة معاكم في الدقايق اللي جاية عن يمين مذبح البخور، عن يمين مذبح البخور. أول حاجة، هو كان قريب من مذبح. المذبح هو المكان الذي تقدم عليه الذبيحة. طبعا دي كانت ذبيحة بخور، فكان مذبح بخور. في وقتها كمان كان في ذبائح يعني محرقة، ففي مذبح محرقة إلى آخره. ده في العهد القديم. دلوقتي عندنا المذبح المقدس هنا اللي بنقدم عليه جسد الرب ودمه. والمذبح هو زي الصليب اللي تقدم على قدم السيد المسيح عليه نفسه الذبيحة الحقيقية لمغفرة الخطايا. فإذا القرب من المذبح معناها القرب من الذبيحة، والذبيحة هنا بترمز للمسيح، يعني أنا قريب من ربنا. كل قريب من المذبح معناها أننا قريب من ربنا. قريب إيه؟ من ربنا. قريب من ربنا يعني صلواتي مسموعة. ما هو مذبح البخور، البخور ده بيرمز، يقولك البخور دي اللي هي صلوات القديسين اللي بتصعد رائحتها زكية. ايه اللي ممكن اكسبه من يمين المذبح؟ ايه اللي ممكن اكسبه ان اكون على يمين المذبح؟ طبعا هنا اليمين والشمال مش متكلم على يمين وشمال كاتجاهات، بتكلم على يمين هنا. اي اليمين معناها القوة، لكن جلس عن يمين الاب. هو ربنا ليه يمين وشمال؟ ده ربنا مالئ الكل. بس هنا اليمين هنا معناها قوة. لك فلان ده دراع اليمين. دراع اليمين ده يعني ايه؟ هو القوة بتاعتي. فكون واقف على يمين مذبح يعني واخد قوة من المذبح. دي معناها، او تأمل فيها معناها تأمليا، ان هو بياخد قوة من المذبح. ايه القوة اللي خدها زكريا، والقوة اللي احنا ممكن ناخدها من ايه؟ من المذبح. اول حاجة قال له لا تخف يا زكريا، لا تخف يا زكريا.
فأول حاجة المكان ده الملائكة ملاك ظهر فيه، وإحنا بنؤمن إن الملائكة موجودة معانا، عشان كده بنقول لكم عايزين نحافظ على وقار الكنيسة عشان الملائكة حاضرة معانا. الكنيسة اللي تسمى في التسبيحة ببيت إيه؟ بيت الملائكة. أبونا في الآخر بيقول إيه؟ يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى علو بهذه التسبيحة، اذكرنا قدام الرب يغفر خطايانا. في ملاك ده حتى في وسط القداس في الطلبة يقول إيه؟ الذين ها هنا اجعلهم إيه؟ متشبهين بملائكتك، متشبهين بملائكتك. فما إذن معنى كده المكان ده مكان روحاني ملائكي، والمكان الروحاني الملائكي هبقى مطمن فيه. لا تخف إيه يا زكريا، لا تخف ولا تخفي. المسبح هو المكان أو القرب من المسبح بيعطيني طمأنينة، بيطرح كل خوف. أنت لو عايش في الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي دي، كل حاجة بتجيب خوف، سواء اقتصاد سواء سياسة سواء أمن سواء. لسه الأسبوع اللي فات الناس كلها كانت مرعوبة على العيال ومحبوزة في المدارس إلى آخره. فالمجتمع بيولدش غير الخوف، وخايف من بكرة هيحصل إيه. يقول لك لا تخف، لا تخف يا أخ، لا تخف يا أختي، بطول ما أنت قريب من المسبح. خوف من المستقبل، يقول لك طب بكرة يحصل إيه مش عارف، أنا ضامن حاجة بكرة مش عارف. لكن في وعود كتيرة أقدر أسمع، أقدر يعني أنا أحصر عليها. ربنا ليه وعود كثيرة جدا، يقول لك ما تخافش، ده لا تهتم بالغد، ده على الغد يهتم بنفسه. كفاية عليك النهاردة، ركز في النهاردة. ممكن واحد خايف من المستقبل، ممكن واحد خايف من الماضي، خايف ان عندي كده سجل، عندي كده كتاب محترم كده من الخطايا، عندي حاجات متلتلة كده، عشان كده المسبح ما بقرب منه لازم اكون تايب. فما اكون تايب بخلص من اللي فات، وخطاياكو اطرحها في بحر النسيان. فربنا عايز يقول لنا تعالى قرب. طول ما انت باعد نفسك على المسبح معنا كده في حاجة، في حاجة، او بيزموا الموضوع في ان معنى كده انت ايه شايل ومتكوم وبتكوم وبتكوم، ومش عايز ان انا خايف. حبيبي تعالى، المسيح بيقول لك تعالى، ما انا قدمت نفسي على المذبح ذبيحة عن خطاياك وخطاياك وخطايا وخطايا العالم كله. قرب، تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك، في احد صلاة الاسم. ذبيحة المسيح لا يعني ما فيش حاجة، يعني فيش خطية كبيرة على ان ربنا يسترها علينا، بس مو مكون جاي تايب. واحد خايف من الموت، من يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ما فيش حاجة، صدقوني ما فيش حاجة مفروض تمنعني من أن أشترك في جسد الله، جسد المسيح ودمه. فيش حاجة تقدر تمنعني. لو كسبت كل حاجة في الدنيا وخسرت دوا، بأن خسرت كل حاجة. ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله إيه وخسر نفسه؟ الإنسان اللي اقتنى الحياة أبدية كسب كل شيء، والإنسان اللي خسر أبديته تيجي مثلا فلان في مشكلة أو بتصرف غلط، يا فلان يا فلانة
حياتك الأبدية. لا ولا ما حدش بيفكر خالص حياته الأبدية. ده موضوع ده يعني ما تجيبليش سيرته. يعني ايه ما يجيبلكش سيرته؟ يعني ايه ما يعني ايه نفقد منظر الحياة الأبدية؟ يعني معلش دي ما أجور مأساة ممكن نحط نفسنا فيها، ان احنا ننسى حياتنا الأبدية وننسى أبديتنا ونشغل بقى بأي مشكلة ولا بأي قضية ولا بأي بقى يعني أي حاجة تبقى هي بقى دي شغل الشاغل. وأسفاه وأسفاه فعلا ان حد ينسى أبديته وينشغل بحاجة تانية. واحد خايف من قرار، تعالى عن يمين المذبح، لا تخف، صلي واعمل اللي انت كل تقدر عليه وربنا ايه يكمل. دايما بساعد بقول للاولاد بالذات في الامتحانات دي، فترة يومين دول الامتحانات، do your best and leave to God the rest. اعمل عليك وسيب بقى ربنا، ما تخافش، بدل ما انت عملت اللي عليك بضمير حتى لو مش بيرفكت، لو عملت اللي عليك خلي ربنا بقى ايه يكمل. طيب ده اول حاجة انا باخد من على يمين مذبح لا تخف. نمرة اتنين باخد حاجة مهمة جدا على المذبح، طلبتك قد سمعت. ما قاله لا تخف يا زكريا، نمرة واحد. نمرة اتنين، طلبتك قد سمعت، ربنا سمع صلاتك. الله، طب ده بصلي بقى لي سنين، اذا انا وزكريا احنا يعني هرينا الموضوع ده صلاة كله تسمع. هو مش لازم التنفيذ يكون في لحظتها، وربنا الصلاة مش عبارة عن زرار بطن كده تدوس عليه حاجة تشتغل. لا، مش دي الصلاة. الصلاة مش لو ده فكرنا عن الصلاة، انا صليت لك صليت 3 قداسات ورا بعض مستني حاجة تحصل، مش شرط. لكن عن يمين المذبح تسمع صلاتي. ربنا ممكن يقول لك اه هديها لك دي دلوقتي، ممكن يقول لك لا مش هديها لك، ممكن يقول لك طب استنى شويه. وده اللي عملوا مع زكريا والاصابات، استنى شويه دول قد ايه كانوا كتير، بس ربنا وفى وعده. طبعا كانت اليصابات اما حبلت في الاخر قال ان هو هكذا صنع بالرب في الايام التي نظر الي لينزع عاري من بين الناس. يعني ان طبعا العاقر كان يعتبر نوع من العار او نوع من الستيجما كده، ان هي تشايلدلس ما بتخلفش، ف كان الموضوع ده مشكله كبيره. وطبعا صلوا كتير يا رب ان هو ايه ينزع الغمه دي اللي كانت ايه عليهم. لكن الله كان ليه ترتيب معين، وطبعا ربنا ليه ترتيب ان يوحنا يجي في وقت معين قبل المسيح. فعشان كده اما خلى زكريا والاصابات يستنوا، انه هو عايز يخلي يوحنا يولد 6 أشهر قبل ميلاد المسيح في ملء الزمان. ده من محبة ربنا. ربنا عارف أحسن حاجة بالنسبة لي، قول يا رب طب يمكن أنا عارف برضو كويس حياتي كويس. صدقوني مهما أنت أو أنت عارفة الكويس بالنسبة لي، ربنا عارف أحسن وأحسن مني. زي كده حد يعني بيتأملوا في الموضوع ده قال ايه، لو انت واقف على اعلى جبل في العالم شايف منظر كبير وشايف كل حاجة، بقى في اعلى من كده؟ مثلا انت لو خدت بالونة او خدت طيارة هتبقى فوق اعلى جبل وتشوف احسن كمان. حتى لو انت واقف على اعلى جبل في منظر اعلى من كده كمان. فلو انت واقف على قمة حياتك وشايف كل حاجة، ربنا شايف كل حاجة برضو اكتر منك بمراحل. ربنا يعرف احسن حاجة. عشان كده لا تهتموا في شيء، بل بكل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله
وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ده فيليبي 4:6-7. ما قالش ان كل حاجة هتطلبها ربنا هيديها لك، وما قالش لو هيديها لك هيديها لك امتى، لكن ربنا قالك ان كل حاجة كل كلمة هتقولها هتسمع، طلبتك قد سمعت. وسيب ربنا بقى ايه ان هو ايه يتصرف. لازم هنا وهعطيك سلام، لازم برضو في يكون نوع من النمو الروحي من عندي من جهتي. بنطلب حاجات كتيرة، في حاجات احتياجات، في حاجات شهوات او ديزاير، بسموها ديزاير versus نيدز. النيدز الحاجة اللي انا محتاجها فعلا، الديزاير الحاجة اللي انا نفسي فيها. بلاش كلمة شهوة، يمكن ساعات كلمة شهوة لها ايه كده يعني بعد سلبي، لكن عبارة عن يعني اماني امنيات. ففي عندي احتياجات وفي عندي امنيات، لازم اميز بين الاثنين. ربنا عارف كل احتياجاتنا، لكن الحاجات اللي اتمناها دي حاجات كتيرة. احنا ساعات بقى ايه بنلخبط بين الاثنين، ولما جاليش الحاجة اللي نفسي فيها ربنا مش سامعني ولا شفتي، مش عارف انا نفسي وانا عايز ايه. لا انت مش مكنش عايز، انا نفسي في الموضوع ده، لكن مش شرط ده يكون كويس بالنسبة لي، او مش شرط يكون كويس بالنسبة لي دلوقتي الى اخره. الله يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. ربنا عارف بالظبط ايه اللي انت ايه محتاجه، فيكون في ايه لنا ثقة. وبرضو الحاجة اللي ناخدها بعد مدة طويلة، الحاجة اللي مش هتيجي بالسهولة، هي الحاجة اللي عمري ما هنساها. كده في برضو مثل بالانجليزي يقول لك easy come easy go، يعني الحاجة اللي تيجي بالسهولة هتروح منك بسهولة او هتفقد اهتمامها بسهولة. مسك عايز تدي مثلا الطفل عايز لعبة معينة، عايز اللعبة دي يا بابا، دخل المحل عايز اللعبة دي يا بابا، حاضر يا حبيبي، في 5 ثواني اللعبة عنده، وتلاقي في اول ما راح البيت فتحها، وبعد كده لعب بيها شوية، يما بقى بعد كده كسرها وفرتكها او خلاص. لكن لو اللعبة دي كويس، طيب ماشي وريني بقى الاسبوع ده وانت هتعمل ايه مثلا، وريني ازاي وانا هستخدمها كحافز، وخلي بقى ان هو يبتدي يشتغل ويجتهد ان هو يحصل على الموضوع ده. في الحالة دي اللعبة دي هيبصلها بنظرة تامة تانية خالص، لكن غير السهل ده على طول بتنسي على طول. طيب اخدنا لا تخف مع نايمين المذبح، نمرة 2 طلبتك قد سمعت، نمرة 3 امرأتك اليصابات ستحمل وتلد لك ابن وتسميه يوحنا. دي حاجة خاصة بزكريا واليصابات، الحتة بقى اللي عايز ناخدها لينا، يكون لك فرح وابتهاج. هتفرح هيكون لك ايه فرح وابتهاج. المسبح هو مصدر الفرح. عشان كده اما ابونا بيخلص القداس، بدل احنا يعني بعد ما خلص صلاة خلص الاعتراف، تبتدي بقى الكنيسة تبتهج تقول سبحوا الله. ما ده يعني هو اخر مزمور في 150 مزمور، لكن هو يمكن مزمور كله تسبيح. ساعات في مزامير كده تلاقي داود بيشتكي وبيطلب المعونة وبيطلب السند وشوف اعدائي، المزمور ده فيهوش اي حاجة من الحاجات دي خالص. المزمور ده كله تسبيح، وتسبيح بقى هو المزمور ده عبارة عن اوركسترا. عايز يعني تفكر فيه مظبوط، بالأرغن والدفوف والصفوف والمزمار وسنوك حسنة الصوت بصوت التهليل. كنيسة فعلا فرحانة. ليه؟ لأن بقى إحنا بنشترك في من هو على المذبح، إيمانوئيل قائم معنا اليوم على هذه المائدة. فرحانين. عشان كده خسارة إن إحنا نسيب الفرح ده وننشغل مش عارف بدا ودا ونتكلم ونشوف الأخبار ونعمل حاجات لا طريق. لو احنا فاهمين مدركين ايه اللي بيحصل على المذبح، هبقى فرحان فعلا واشترك بكل قلبي في التسبيح.
الفرح، الفرح ده فرح حقيقي حتى لو أنا في ضيقة. في العالم سيكون لكم إيه ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بالإنجليزي بحبها قوي، هي بدل كلمة ثقوا بيقول إيه be of good cheer، حتى بيقولك cheer up يعني فرفش شوية كده. أنت مهموم العالم، أنا جيت الكنيسة ومشاكل على بالي ومش عارف هعمل إيه في الموضوع ده ولا الموضوع ده ولا الموضوع ده ولا الورق ده ولا الوظيفة ولا لكن خدت بقى إيه فرح وابتهاج من عن المذبح، وابتدي بقى إن أنا إيه عامل الموضوع بنظرة تانية. لو عندك مشكلة وعايز تتكلم فيها مع حد، طب استنى شوية، واحنا دلوقتي ايه ما بنصدق الرسالة، رسالة على طول يعني. النهاردة وسط الساعة واحدة بالليل حد عايز يبعت بقى رسالة، رسالة عتاب. طب استنى تصلي القداس وبعد كده فكر، صلي الموضوع بعد كده ايه شوف بقى هتعاتب ولا هتقول ايه بكرة، بعد ما تاخد بقى فرح وابتهاج من على المذبح. احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعوا في تجارب متنوحة. ليه بقى؟ ازاي التجربة تبقى فرح؟ لان انا عندي المذبح. التجربة هتبقى فرح طول ما ايه المذبح ايه في حياتي. واحنا سؤال كده هسأل كل واحد منكم كده، يا ريت ده مهم ارجوكم، لو افتكرت حاجة من الكلمتين دول افتكر السؤال ده. يا ترى انا خارج ازاي من الباب؟ انا دخلت ازاي وخارج ازاي؟ ومجي الكنيسة وانا واقف 3 ساعات وعمال اصلي ورتل واعمل، فرق معايا بايه؟ اسمحوا لي هقولها الاولاد بالانجليزي. I came today to church. Now I'm gonna leave after a few hours. What difference these 2 hours made in my life, or 3 hours, whatever, depending what time you came. What difference did it make? Am I going out the same way I came in? I got nothing, zero. Or am I different? Did I get all these things we talked about, power from the altar, joy from the altar, etc. فالسؤال ده أرجوكو بكل أمانة اسأل نفسك واسألي نفسك، أنا خارج إزاي النهاردة إيه بالمقارنة من اللي دخلت إزاي؟ إيه اللي كسبته؟ إيه اللي اقتنيته؟ إيه اللي حصدته؟ أما بما سؤال يمكن ستات يعني تفهم الحكاية، رحت المول قعدت 2-3 ساعات ما جبتيش حاجة، يبقى عملت إيه؟ كل عملت إيه؟ اتفرجت. طب الفرجة دي كسبت منها ايه؟ ولا حاجة. لكن لما اروح اشتري حاجة حلوة كده سمينة، الله ده انا رحت واشتريت، اقتنيت حاجة. فارجوكم مش عايزين نيجي نتفرج كده كنا بتمشى في المول، تبقى الكيس عبارة عن زي المول كده، جيت اتفرجت وزي ما دخلت زي ما خرجت، حاجه كده يعني حلوه افتكروها كده. فلازم اقتني حاجه، لازم انا اروح واخد حته من الكنيسه معايا، مش حته، مش عايزين نفكك الكنيسه، لكن حته احنا حجاره حيه، احس ان انا بقيت حجر حي اتبنيت في الكنيسه وانا حته من الكنيسه. ارجوكوا يكون لينا ايه هذا الفكر، ان احنا مش جايين تسلية او فسحة او تغيير جو او عادة، لا ده انا جاي عشان اقف على يمين المذبح اسمع لا تخف don't fear not اسمع طلباتك قد سمعت your prayer has been heard، واسمع يكون لك فرح وابتهاج to be joy to you. 3 حاجات حلوة جدا
اوعى يغيبوا عن ذهنك. خسارة الناجي عجبت المشوار ده كله، قضيت الوقت ده كله وطلعت بولا حاجة. ده بقى الفعل الإنسان اللي يقتني الحاجات دي، يبقى فعلا هو بقى بيستعد، فرحان، فرحان لاستقبال المسيح، فرحان للعام الجديد، فرحان لفرصة جديدة للتوبة، فرحان إن, 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 إن عندي بركة مع ناس كتير ما مش قادرة تتحصل عليها، فرحان أنا ابن ربنا، فرحان إن حياتي مثمرة، فرحان إن أنا كسبت حاجة أقدر أعلمها لأولادي وبناتي، وأقدر بدل ما أنا جاي كده وداخل خارج زي ما أنا ولا عارف أعمل أي حاجة. أرجوكوا مهما خدنا وقت، زكريا الموضوع خد من وقت، في الآخر شاف عمل الله. ياريت كده نحاول نشوف عمل ربنا في حياتنا، وربنا شغال بطرق كتيرة. ربنا يجعل هذه الأيام سبب بركة لينا، ربنا ما يحرمناش من المسبح. اوعى 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 تيجي الكنيسة من غير ما تتناول، تكون جاهز مستعد تايب معترف عشان ناخد بركات المسبح. لإلهنا كل مجد وكرامة، لإلهنا ردها الدور كلها، آمين.